بكم في موجز الأخبار من قناة الحلب اليوم. ارتفاع أسعار الحلويات في مناطق سلطة الأسد بنسبة 100% مقارنة برمضان العام الماضي بحسب رئيس جمعية الحلويات والبوظة في دمشق بسام قلعجي. الائتلاف الوطني السوري يقول في ذكرى 20 لانتفاضة القامشلي إن الأسد منذ ذلك الحين يحاول تمزيق النسيج المجتمعي السوري، وواجه انتفاضة الكرد بالرصاص والاعتقال، ثم واجه ثورة السوريين في عام 2011 بطائفية مقيتة مستخدما الوحشية المفرطة ضد المدنيين. ضبط 125 مخالفة تموينية خلال أول يومين من رمضان في دمشق، قوبلت بغرامات مالية تصل إلى 75 مليون ليرة سورية، وبإغلاق عدد من المحال بحسب مدير التجارة الداخلية لدى سلطة الأسد. وفاة شاب نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب أثناء رعيه للأغنام في قرية جانا جركس قرب مدينة منبشفيري في حلب الشرقي. وفاة طفلة تبلغ من العمر 11 عاماً جراء تعرضها للضرب الشديد بخرطوم وأسلاك كهربائية على يد أبيها وزوجته الثانية في منزلهم بمنطقة المليحة بريف دمشق. الجيش الأردني يعلن إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.